مسيو مادموزيل، جبت ولا جبتي الباك؟ وعطاوك تخصص ميم في الشبه الطبي واللي هو مشغل أجهزة التصوير الطبي. بزاف دي جون راهم يسقسوني وخايفين من لا سبيسياليتي هادية نتيجة الأفكار السلبية اللي سمعوها من عند الناس، كيما أنه أشعة دير السرطان، تسبب العقم ومشاكل هرمونية والعديد من الأمراض. والأمراض قبل كل شيء هي حاجة مكتوب ربي سبحانه، يقدر يبتلي الإنسان ولا يقدر يرفع البلاء على الإنسان هذاك. كاين ناس ما خدموش كامل في لا غاديو وجامي ممكن داروا غاديو في حياتهم وعندهم سرطان وعندهم عقم وعندهم امراض مستعصيه ولا امراض نادره. ما نكذبوش، حنا صح نخدموا في الاشعه وفي لي غيون، مي الحمد لله كاين العديد من الطرق والوسائل للحمايه. نتذكروا منها لا بلوز بلومبي واللي هي عباره عن مئزر مغلفه بطبقه من الرصاص اللي تمنع انهم يدخلوا الاشعه هذوما. كاين كذلك كاشتيغويد يغطينا الغده الدرقيه ديالنا والى اخره. كاين طرق اخرى، مثلا نقصوا قدر المستطاع لا دوز تاع هذوما الاشعه اللي نديروا بها لا غاديو للمريض. كذلك ما نزربوش نخرجوا عند المريض مور ما نديروا له لا غاديو، نستناو حتى ينقصوا هذوك الاشعه اللي في لاصال وتمتصهم الحيوط اللي تكون فيهم طبقه كذلك من الرصاص، ونخرجوا عند المريض عادي هكا نقصوا علينا لا دوز. وفي الاخير نقول انه ما كاش ميتي سون ريسك، ما كاش خدمه ما فيهاش مخاطر، كل عمل وعنده الاضرار ديالو.